عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يطلع على أوضاع مديرية سيون وسير المشاريع الخدمية فيها. الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي تختتم دورتها الثانية في المكلا بقرارات وتوصيات هامة. تواصل الأعمال الإنشائية لقاعة المعرض الدائم بالمكلا. أهلا بكم. اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء ركن فرج سالمين البحزني على أوضاع مديرية سيون وسير المشاريع الخدمية فيها. جاء ذلك خلال لقائه مدير عام المديرية محمد العامري، الذي استعرض للمحافظ عدد من المشاكل والصعوبات التي يعاني منها قطاع الأمن والخدمات وجهود معالجتها والارتقاء بها. كما تطرق اللقاء إلى الجهود التي تبذل بالتنسيق مع قيادة التحالف العربي لدعم قطاع الأمن وتطويره وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. أصدرت الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي في ختام دورتها الثانية المنعقدة خلال الفترة من 16 وحتى 17 من فبراير الجاري في مدينة المكلا عددا من القرارات والتوصيات الهامة، منها التوصية بمتابعة ملف حضرموت الوادي والصحراء وشبوة والمهرة وسقطرى ومكراس أبين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لما يضمن تمكين أبناء هذه المناطق من الإدارة الرشيدة لها، وكذا تجديد العلاقة مع الرئيس عبد الرب منصور هادي بما يخدم قضية الجنوب بعيدا عن القوى الحزبية المتطرفة والقوى الإرهابية، بالإضافة إلى التصدي لكل محاولات حكومة الفساد التي تهدف إلى العبث بالأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي. كما أوصت إلى تبني المخرجات التي أجمع عليها أبناء حضرموت وتضمن تنفيذها، والتي وردت في مؤتمر حضرموت الجامع، وكذا دعوة البرلمانيين الجنوبيين المنضويين تحت ما يسمى بالبرلمان اليمني المنتهي ولايته بإبقاء أبواب الجمعية الوطنية مفتوحة لهم وترحب بانضمامهم. نظمت السلطة المحلية ومكتب وزارة التربية والتعليم بوادي وصحراء حضرموت صباح اليوم الحفل التكريمي لأوائل الطلاب والطالبات في امتحانات إنهاء المرحلة الأساسية والثانوية للعام الدراسي 2017-2018 للميلاد. وفي حفل التكريم أكدت السلطة المحلية على سعيها إلى تحفيز الطلاب لتحقيق مراكز متقدمة تمكنهم من تحمل المسؤولية خلال الفترة القادمة. واستعرضت مشاريع التربية والتعليم التي تم اعتمادها من حصة حضرموت من مبيعات النفط، لافتا إلى إطلاق مشروع توفير 33 ألف كرسي للطلاب والطالبات بالمدارس. بدوره أشار مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي وصحراء حضرموت الدكتور محمد فلهوم إلى أن الحفل يأتي تكريما لجهود المتفوقين في التحصيل العلمي وبث روح التنافس بين زملائهم الآخرين وتشجيعا لمواصلة إنجازاتهم العلمية والدراسات العليا. وتخلل الحفل وصلات شادية وتراثية قدمها عدد من طلاب وطالبات مدارس وادي حضرموت. تفقدت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت أوضاع مديرية تريم وعدد من المؤسسات المدنية والعسكرية. واطلعت السلطة خلال جولتها التفقدية بمديرية تريم على نشاط عدد من إدارات المكاتب التنفيذية، مؤكدة على الانضباط الوظيفي والارتقاء بأداء المؤسسات في سبيل تحسين جودة الخدمات للمواطن وتسهيل إجراءاتها. موجهة السلطة المحلية بمديرية تريم برفع الدراسات الخاصة بمبنى المجمع الحكومي بالمديرية الذي يضم جميع المرافق الحكومية في مكان واحد ليسهل تنقل المواطنين بينها وإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن. وفي سياق متصل، زارت سلطة الوادي مركز إدارة الأمن والأحوال المدنية بالمديرية مستمعة من مدير أمن المديرية العميد عبد الناصر التميمي إلى شرح عن سير نشاط الأمن
الصعوبات التي تواجه عمله في ظل الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد. دشن السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت اليوم بمديرية تريم مشروع النقد مقابل العمل الممول من المنظمة الدولية للهجرة وتنفيذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، ويتضمن المشروع الذي يشارك فيه 150 مستفيد من الرجال والنساء بمدينة تريم على مدى 4 أشهر إزالة الأنقاض ومخلفات الهدم والقمامة التي خلفتها الحروب والأعاصير الأخيرة. وأوضحت منسقة منظمة الهجرة الدولية بحضرموت منى بشير إلى أن المشروع يهدف إلى دعم صمود المجتمعات والفئات المهمشة والنازحين من خلال الدعم النقدي مقابل العمل. افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون المختبر العلمي الحديث لمدرسة ابن الهيثم بمنطقة ربوة خلف بمدينة المكلا. وخلال الافتتاح أكد الوكيل عبدون على أهمية الاستفادة القصوى من المختبر الحديث والمتكامل والذي يأتي في سياق الخطة التطويرية للبيئة المدرسية لمدارس مديريات المحافظة، مشيرا إلى أن العملية التربوية والتعليمية بالمحافظة تقترب من نهايتها بعد أن حققت استقرارا ملحوظا وعطاء جيدا. هذا وكان الوكيل عبدون قد اطلع على أداء المعلمات داخل قاعات الدرس مستمعا إلى جملة من الملاحظات من قبل تلميذات المدرسة، ومعلنا عن تحويل المدرسة إلى مجمع تعليمي للتلميذات وطالبات منطقة الربوة في العام القادم. ووجه وكيل الوزارة بتوفير بعض الاحتياجات والمستلزمات الضرورية لخدمة العملية التربوية والتعليمية بالمدرسة. نظم صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت اللقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني بالساحل ضمن فعاليات اليوم الثاني لأسبوع النظافة والبيئة في قاعة نادي متطوعون بالمكلا. وفي مستهل اللقاء استعرض المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين المهندس فهمي بن شبراق الأوضاع الحالية للصندوق والإجراءات المستخدمة لإعادة تنظيم أوضاع الإدارة والأقسام العاملة وكيفية الارتقاء بها لتحسين أداء مشاريع النظافة في المديريات، متطرقا إلى الصعوبات والمعوقات التي تعرقل سير عمل الصندوق ومشاريع النظافة. بدوره وضع رؤساء ممثلي المنظمات بعض المقترحات التي تهتم بسير عمل النظافة بتدريب وتأهيل كادر العمال وتكثيف دورات توعوية. وخرج اللقاء بعدة توصيات منها انعقاد اجتماعات لتقييم الأعمال الجارية في الصندوق وإعادة صياغة المشاريع وتكثيف برامج التوعية، وكذا إنشاء مركز خاص بالتوعية في النظافة والبيئة والعمل على تفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني. تتواصل الأعمال الإنشائية في قاعة المعرض الدائم بمبنى مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر بالمكلا بتمويل من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت. ويحظى المعرض باهتمام خاص من محافظ محافظة حضرموت والذي يتضمن إنشاء قاعة ثابتة لاستضافة المعارض المختلفة في جوانب التصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية وجميع إبداعات شباب المحافظة. ومن المتوقع أن يتم افتتاحها مع احتفالات حضرموت بالذكرى 3 لتحرير مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت في 24 أبريل. وقع بروتوكول عمل مشترك بين هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت والسلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا ومكتب وزارة النقل حول آلية تحصيل الإيرادات وعمل المحاجر والكسارات والمناجم. وناقش الاجتماع تفعيل الرسوم المحلية وضريبة النقل للمحاجر والكسارات والمناجم والمصانع الداخلة في الصناعات التحويلية للصخور الصناعية والإنشائية، وإلزام المستثمرين والعاملين في هذا المجال بتوريد الرسوم إلى خزينة الدولة ضمن المديريات بالتعاون مع السلطة المحلية بالمديرية ومكتب النقل. وفي الاجتماع شدد مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية وثروات المعدنية المهندس صلاح بابحير على تفعيل اتفاقية تنمية المجتمع المحلي بمنطقة الامتياز، واختتم اللقاء بالتوقيع على البروتوكول وأيضا اتفاقية آلية تحصيل الإيرادات العامة للسلطة المحلية
وهيئة المساحة الجيولوجية ومكتب النقل. قال الناطق الرسمي لمؤتمر حضرموت الجامع الأستاذ صلاح بوعابس أن أبناء حضرموت على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم قد توافقوا وأجمعوا على مخرجات وقرارات المؤتمر الجامع، وأشار في تصريح صحفي له إلى أن المؤتمر يعمل على تنفيذ المخرجات بإسهام والتفاف جميع أطياف ومكونات المجتمع الحضرمي، داعياً الجميع إلى احترام هذه الإرادة الحرة المشروعة التي يجسد من خلالها الحضارم تطلعاتهم في رسم حاضر حضرموت ومستقبلها، وكذا حقهم في العيش الكريم والأمن المستقر الذي يضمن الحفاظ على الحقوق والبناء وتحقيق العزة والكرامة. وأشار بوعابس إلى أن حضرموت قد عانت كثيراً من سياسات الإلحاق والتهميش، وأن هذه المخرجات المتوافق عليها ستضمن الإنصاف ورد الاعتبار لها، كما ستمكن أبنائها من إدارة شؤونها كافة. نظمت قيادة خفر السواحل بحضرموت اللقاء التكريمي لتوديع ضباط واستقبال ضباط آخرين بقيادة خفر السواحل بالمكلا. وفي مستهل اللقاء أشاد قائد قوات خفر السواحل العقيد هاني التميمي بجميع الضباط الذين يعملون بكل جهد وإخلاص في سبيل الرقي بخفر السواحل من خلال ما تم إنجازه منذ تأسيس خفر السواحل بحضرموت، مثمنا جهود قوات التحالف العربي متمثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهما المستمر منذ التأسيس. وفي ختام اللقاء كرم قائد خفر السواحل الضباط المودعين بدروع وشهادات تقديرية نظير جهودهم وإسهاماتهم في الإنجازات التي تحققت خلال الأعوام الماضية. ضبطت إدارة البحث الجنائي التابعة لإدارة الأمن والشرطة ومكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت بحضور مندوبي الأشغال العامة والنيابة العامة للمخالفات والمرور كراتين ما صحة منتهية الصلاحية بالمكلا. وقالت الأجهزة الأمنية أنها تلقت بلاغ من أحد المواطنين بوجود شخص يوزع ما صحة منتهية الصلاحية لبعض المحال التجارية، حيث باشرت الأجهزة الأمنية ومكتب التجارة والصناعة عملهما بعد التأكد من البلاغ بضبط الشخص ومعه 167 كرتون ما صحة منتهية الصلاحية لتتم عملية إتلافها. وثمن المصدر الأمني الدور الكبير لقيادة الأمن والشرطة بساحل حضرموت على متابعتها الحثيثة لكل القضايا التي تهم حياة المواطنين. نفذ عمال فرع كهرباء الشحر أعمال إدخال خدمة التيار الكهربائي لمنطقة جرادي بمديرية الشحر التي حرمت سنين طويلة من حصولهم على خدمة الكهرباء. ويأتي هذا التنفيذ بتوجيهات من مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء وإشراف فرع المؤسسة بالشحر على تنفيذ الأعمال. وقد أعرب المواطنين عن سعادتهم وفرحتهم بدخول خدمة التيار الكهربائي لمنطقتهم بعد أن حرموا منها لسنوات طويلة، شاكرين السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة الكهرباء وكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع. هذا ويذكر أن كهرباء الريف ساهمت برفض المؤسسة بمعظم مواد الشبكة لسرعة عملية تنفيذ هذا المشروع. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يطلع على أوضاع مديرية سيون وسير المشاريع الخدمية فيها. الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي تختتم دورتها الثانية في المكلا بقرارات وتوصيات هامة. تواصل الأعمال الإنشائية لقاعة المعرض الدائم في المكلا. السيدات والسادة، قدمنا لكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلا. إلى اللقاء.